بدأت اليوم الصين والولايات المتحدة فرض رسوم جمركية إضافية على السلع إحداهما الأخرى، حيث ستفرض بكين رسوما نسبتها 5% على النفط الخام الأمريكي، بينما ستبدأ الإدارة الأمريكية بفرض رسوم نسبتها 15% على الواردات الصينية التي تتجاوز قيمتها 125 مليار دولار. المزيد عن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين في سياق العرض التالي. الحرب التجارية بين واشنطن وبكين. في 8 مارس عام 2018 فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوما بنسبة 25% على واردات الفولاذ و10% على واردات الألومنيوم من دول عديدة لتقليص العجز التجاري الأمريكي. وفي 22 مارس علق ترامب الرسوم الجمركية على عدد كبير من البلدان، لكنه لم يستثن الصين التي ردت بإصدار قائمة تضم 128 سلعة فرضت عليها رسوما تتراوح بين 15 و25%. وفي 3 إبريل نشرت واشنطن لائحة بمنتجات صينية يمكن فرض رسوم عليها، وردت بكين بقائمة واردات بالقيمة نفسها. في 19 مايو أعلن البلدان اتفاقا مبدئيا على خفض العجز التجاري الأمريكي بشكل كبير. وفي 6 يوليو فرضت واشنطن رسوما على 34 مليار دولار من الواردات الصينية لترد بكين بفرض رسوم مماثلة. وفي 1 ديسمبر أعلن ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ هدنة. وفي 10 مايو عام 2019 أنهت الولايات المتحدة الهدنة ورفعت رسميا من 10 إلى 25% الرسوم الجمركية على 200 مليار دولار من الواردات الصينية. وفي 20 مايو عام 2019 أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية مهلة 3 أشهر. وفي 1 يوليو زادت الصين التعريفات الجمركية على منتجات أمريكية بقيمة 60 مليار دولار. وفي 29 يونيو أعلن ترامب ونظيره الصيني هدنة جديدة في الحرب التجارية. في 1 أغسطس أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية إضافية تبلغ 10% على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار اعتبارا من 1 سبتمبر. وفي 23 أعلنت بكين عن إجراءات انتقامية تتمثل بفرض رسوم جمركية على منتجات أمريكية بقيمة 75 مليار دولار، ليرد ترامب على الفور بدعوة الشركات الأمريكية على إيجاد بدائل لإنتاجها في الصين. وقررت واشنطن زيادة الرسوم على السلع المتبقية المستوردة من الصين التي تبلغ قيمتها 300 مليار دولار من 15% بدلا من 10% اعتبارا من 1 سبتمبر، وزيادة الرسوم على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار اعتبارا من 1 أكتوبر لتصبح 30% بدلا من 25%.